السلام عليكم، انا دكتوره هدوى علي. ده ان شاء الله البراكتيكال ليسون، اول براكتيكال ليسون لينا في الفيميل ريبرودكتيف سيستم اوف انترنال جينيتال اورجانز اللي بتشمل الاوفري واليوترس فالوبيان تيوب سيرفكس اند فاجينا، هنخدهم ان شاء الله في المرات الجايه. والبراكتيكال ليسون ده بتاعنا هيكون عباره عن البراكتيكال اوف ذا ماماري جلاند. As regard the mammary gland, it has two states. We have resting mammary gland or the non-lactating mammary gland. If you look to this diagram, it shows that the resting mammary gland is formed of, or parenchyma of the mammary gland in the resting state is formed of duct system only. And احنا اللي شايفينه فقط هو عبارة عن مجموعة من الدكتس باختلاف اللايننج بتاعها. لو انا بتكلم على intralobular duct هنلاقي اللايننج عبارة عن simple cuboidal epithelium. لو بنتكلم عن interlobular duct هنلاقي ان هي stratified cuboidal epithelium. اللي احنا شايفينه كمان ان there is abundant connective tissue stroma in between this duct system. في abundant fat cells are present. يبقى ده اللي بيميز الريستنج ميموري جلاند، ان عندي connective tissue stroma بكميه كبيره، عندي numerous fat cells، وكل اللي انا شايفاه duct system only. Again, the photo micrograph showing the resting mammary gland. As we can see, there is a group of the duct system, سواء كانت intralobular duct أو larger interlobular duct. In between them, هنلاقي إنه في a lot of connective tissue stroma اللي هي عبارة عن connective tissue cells بالإضافة إلى collagen fibers. كمان إحنا شايفين هنا في a lot of fat cells are present. يبقى ده اللي بيميز لي resting mammary. Again, this is another photomicrograph to the resting mammary gland. Again, عندنا مجموعة من الدك system, intralobular duct system and interlobular ducts, a lot of connective tissue stroma and fat cells. ده magnification أكبر بيورينا ال duct system of the mammary gland lined by simple cuboidal epithelium. وبعدين لو احنا خدنا بالنا انه الارو هيدز ده مشاور لنا على المايو ابيثيليال سيلز اللي هي بتبقى موجوده في بدايات الدكت سيستم. لو جينا نتكلم بقى على اللاكتيتنج ميموري جلاند، طبعا during pregnancy بيحصل ايه؟ بيحصل انه terminal ends of the duct system is going to proliferate and it will transform or divide to form the milk alveoli. يبقى نهايات الduct system اثناء البريجنسي هيحصل لها proliferation وتتحول الى الميلك alveoli اللي هي المسؤوله عن secretion of milk. يبقى انا لو خدت سكشن في اللاكتيتنج ميموري جلاند، ايه المتوقع ان انا الاقيه؟ متوقع ان انا الاقي الduct system اللي احنا متعودين عليه، ومتوقع كمان اني هلاقي ميلك الفيلاي ستارت تو ابير. فلو بصينا على الدايجرام ده لللاكتيتنج ميموري جلاند هنلاقي ان انا عندي الدك سيستم اللي انا متعود عليه العادي اللي هو الانترا لوبيلر داكتس والانتر لوبيلر داكتس. هلاقي كمان انه الداكتس دي مليانه سكريشن، السكريشن ده اللي هو الميلك سكريشن طبعا بيبقى ابيرز فاكيوليتد. ليه فاكيوليتد؟ لان هو كونتينز فات، والفات ده بيبقى ديزولفد ديورنج البريباريشن، فبيبقى السكريشن جوه فاكيوليتد. وكمان ما هنلاقي مع الدك سيستم مجموعة الأسيناي اللي هي lined by simple cuboidal epithelium، والخلايا دي تبقى ليها round nuclei ويبقى ليها basophilic cytoplasm، لأن زي ما احنا عارفين وسمعنا في المحاضرة إن هي عبارة عن example لبروتين secreting cell. برضو الميلك الفيلاي اليمن بتاعها هيبقى filled with milk which appear also vacuolated. لو انتوا خدتوا بالكم في الدياجرام ده كمية الكونكتيف تيشو ستروما هنا طبعا بقت reduced، كمية بقت أقل بكتير بالمقارنة بالريستنج ميموري جلاند. طبعا السبب ايه؟ عشان ندي مور سبيس فور ذا ديفلوبينج أسيناي which secrete the milk. طيب السكشن اللي احنا شايفينه ده سكشن في lactating mammary gland. كل اللي انا شايفاه عباره عن مجموعه duct system بالاضافه لمجموعه الميلك الفيلاي اللي يحصل لها development during pregnancy. عرفنا منين انها lactating mammary؟ لو احنا بصينا على اليومن اوف ذيس اسيناي او duct system هلاقي ان السكريشن جوه appears vacuolated، باين ان هو زي ما يكون باهت او عامل زي الارض المشققه او زي رغاوي الصابون زي ما احنا شايفينه. ليه الميلك سكريشن بي appear vacuolated within the lumen of the duct system or the acini؟ لانه الميلك الكومبوننت بتاعته داخل فيها فات او ليبيد which will going to be dissolved during the preparation of the H&E stained section.
طيب الحاجة التانية برضو اللي لفتت نظرنا، لو انتوا خدتوا بالكم كده من كمية الكونكتيف تيشو ستروما، كمية الكونكتيف تيشو ستروما هنا بالمقارنة بالريستنج ميموري طبعا حصل لها ريدكشن، فبالتالي عندي فيو اماونت وليس اماونت اوف كونكتيف تيشو ستروما، اكاد مش لاقية حتى كمان اي فات سيلز بريزنت، وده اللي بيميز اللاكتيتنج ميموري جلاند. This is a higher magnification للميلك الفيلاي، زي ما احنا شايفين السيتوبلازم بتاعها بيأبير أبير بيزوفيليك لان دي بروتين سيكريتنج سيل. هنا هو مشاور لي على المايو ابيثيليال سيل، ولو انت خدت بالك من السيكريشن جوه انسايد ذيس ميلك الفيلاي أبير فاكيوليتد، وقلنا السبب ايه. طيب اخر حاجة عايزين نقولها هو الميلك سكريشن ده بيتم ازاي؟ احنا عارفين انه الميلك فيه تو كومبوننتس، فيه ليبيد كومبوننت بالاضافة الى انه فيه بروتين كومبوننت، الميلك بروتين اللي هو الكازين بالاضافة ان عندي الليبيد. طيب كل واحد منهم بيخرج بطريقة مختلفة. الدياجرام ده بيورينا one of the simple cuboidal epithelial cells lining the milk alveoli، وبيورينا ازاي كل نوع من الكومبوننت of the milk is going to be secreted. فلو انا بصيت كده على الليبيد سكريشن، الليبيد هيحصل ايه؟ هيحصل له excretion by the process of apocrine secretion، احنا خدناها في سنة أولى، إنه يحصل detachment للأبيكال part of the cytoplasm surrounding the lipid اللي هو secreted في الملك. لو انتوا بصيتوا على البروتين secretion، لا ده البروتين secretion بيحصل له release by simple exocytosis. Thank you.